بسم الله الرحمن الرحیم شرط چهارم در وقت ابلاغ حکم طرفین یا نائبین ایشان حاضر باشند در درر الحکام جلد چار صفحه 667 شرح ماده 1830 نوشته است كما أنه يشترط حسب المادة يغزار أجدع حضور الطرفين حين المحاكمة فكذلك يشترط حضورهما في مجلس المحاكمة حين الحكم أو حضور نائبهما يعني يلزم حضورهما في مجلس الحكم حين النطق بالحكم بعد إجراء المحاكمة بين الطرفين مواجهة لانه لا يحكم للغائب في غيابه كما انه لا يحكم عليه في غيابه سواء كان غائبا عن مجلس الحكم او كان غائبا عن البلدة يادآوري الشرط فوق الذكر دو شرط مستثنا ست اول اگر مدعی اقرار کند بعدا خود را غائب نماید دوم مدعی منکر باشد و مدعی شاهدان قائم کند باز مدعی خود را غائب نماید در هر دو صورت قاضی حکم را ابلاغ کند گرچه مدعی هم غائب باشد چنانچه در ماده 58 اصولنامه حقوقی ذکر است در درر الحکام جلد چهار صفح ششت ماده 1۳ نوشته است ولکن لو ادعا احد علی آخر خصوصا و اقر به المد عليه ثم غابه قبل الحکم عن مجلس الحکم فللقاضی ان یحکم في غیابه بناءا علی اقراره یعنی اگر مدع عليهی اقرار میکند در حضور قاضي و حضور مدعي بعدا خوده غائب میکنه قاضی میتواند که حکم کند در غیاب مدعلیهی در این صورت کذلک لو انکر المده عليهی دعوی المدعیه و اقام المدعي البینت فی مواجهة المده عليهی ثم غاب المده عليهی عن مجلس الحکم او توفي قبل التسكية والحكم فللقاضي أن يزكي البينة ويحكم بها شرط پنجم قاضي أسباب حكم را در نسي حكم ذكر نمايات اگر ان شرط نيست ان شرط واجبي نيست مگر مستحب است محمد نعیم یاسین در نظرية الدعوه بین شریعت الإسلامية صفحه 651 نوشته است خامسا: وأما ذكر أسباب الحكم التي يبني عليها فلم يذكر الفقهاء اشتراطها وإنما ورد في بعض الكتب الفقهية أنه يستحب للقاضي أن يبينها للمحكوم عليه وفي ذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وأحب للقاضي إذا أراد القضاء على رجل أن يجلسه ويبين له ويقول له احتججت عندي بكذا وجاءت البينه عليك بكذا واحتج خصمك بكذا فرعيت الحكم من قبل كذا ليكون اطيب للنفس المحكوم عليه وابعد من التهمه واهرى ان كان القاضي غفل عن موزع فيه حجه ان يبينه وان لم يفعل جاز حكمه غير انه ترك موزع الاعذار شرط ششم حкمи قاضی مخالفи کتاب سنت اجماع قیاسи ҷلیل و فقи ҳنفی نаبоشад اگر مخالفи هر کаدоم بوд بоز آن حкم نقض مеشаوад و هаمچنین اгаر حкمи قاضی баر قوли مرجوهи مذهаبаش بиنо بошад نқض میشوд أحمد زين الدين شافعي درفته المعين بشرح قرة العين سفيشيشدو 622 و ونقذ القاضي وجوبا حكما لنفسه أو غيره إن كان ذلك الحكم بخلاف النص كتاب أو سنة أو نسي مقلده أو قياس جلي وهو ما قطع فيه بإلحاق الفرع للأصل أو إجماع ومنه ما خالف الشرط الواقف قال السبوكي وما خالف المذاهب الأربعة كالمخالف للإجماع أو مرجوه من مذهبه فيظهر القاضي بطلان ما خالف ما ذكر وإن لم يرفع إليه بنهي نقصته أو أبطلته شرائط إدارية حكم شرط أول از ابلاغ بيش پیش هم راي اعضای محكمه برهكم كردن مشورة نماید محمد نعيم ياسين در نظرية الدعوة بين الشريعة الإسلامية صفحه 652 نوشته است فقد اشترط قبل النطق بالحكم یا فقد اشترط قبل النطق بالحكم ان يجري مشاورة لجميع أعضاء المحكمة الذين سمعوا المرافعة وهذا يكون في المحاكم التي تكون مشكلة من أكثر من قاضين وأما المحكمة التي مشكلة من قاضين واحد فلا يشترط فيها ذلك طبعا شرط دوم حكم را علني إبلاغ نمايات محمد نعيم ياسين در نظرة الدعوة بين شرط الإسلامية صفحة 652 نوشته است ويشترط أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية شرط سوم در نسي حكم عن دلائل حكم مسائل فقهي أو مواد أصولي وفرامين كي حكم بأن متكي باشات ذكر شوات محمد نعيم ياسين در نظرية الدعوة بين الشريعة الإسلامية صفحة 652 نوشته ويجب في الأحكام أن تشتمل على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة ومعنى تسبيب الأحكام إراد الحجج الواقعية والقانونية التي بنيت عليها وقالوا ومن فوائد هذا التسبيب ما يلي يعني اگر اسباب حكم اشتكنا درهكم حكم افايدها را داره شرائط شرط فوق الذكر اول احکام قاضیان محل احترام می شود اگر اسباب را نوشته کند محمد نعیم یاسین در نظریت دعوا بین شریعت الاسلامی صفحه 653 نوشته است لیکون حکمهم محل احترام الخصوم جميعا با بخسمین دلایل حکم معلوم شود تا که به وقت استناف و غیره به ایشان آسانی شود محمد نعيم ياسين در نظرية الدعوة بين شریعت الإسلامية نوشته تمكين الخصوم من دراسة أسباب الحكم عند فيه بالاستناف وغيره جيم در وقت محكمة بالا استناف و تميز آسانی تحقيق كرده بتواند محمد نعيم ياسين در نظرية الدعوة بين شریعت الإسلامية صفحه 653 نوشته است تمكين محكمة التمييز أو الاستناف من فرز رقابتها أقسام هكم حكم, حكم يا قضاء بردو قسم است أول إلزام دوم ترك وجه حصر إنس. مدعي از دو حال خالی نمی باشد یا در دعوای حق خود محق می باشد و مبتل می باشد اگر اول باشد إن اول صابت شود این حکم استقاق یا الزام است و اگر دوم ثابت شود این حکم ترک است چنانچه در درر الحکام جلد 4 صفحه 574 شرح ماده 1786 نوشته است و هاز الحکم علا قسمینی و وجه انحصاری هو ان المدعیه اما ان یزهر محقا فی دعواه او مبتلا فإذا ظهر مهقاً يقضى له بقضاء الاستيقاق وإذا ظهر مبتلا يقضى له بقضاء الترك تعريف قسم أول قسم أول تعريف قسم أول است قاضي بر محكم عليه محكوم به را الزام مكنت بلفز حكمتو يا قزيتو يا الزمتو چنانچه در دور الحكام جلد 4 صفحه 574 شرح ماده 1786 نوشته است القسم الاول هو الزام القاضي المحكوم به على المحكوم بكلام كقوله حكمت او قضيت او الزمت فاتي الذي ادعى به عليك لهذا المدعي او سلمه او ادفع الدين الذي ادعى به عليك کدام الفاظ حکم است و کدام الفاظ حکم نیست در شرح مجله از محمد خالد اطاسی جلد شش صفحه سزده شرح ماده یک هزارو هفتسدو اشتادو شش نوشته است بکلام یتلفظ بهی که قوله حکمتو او قذیتو و هاذان لفظانی لیسی بشرط لتحقق القذای یعنی تنا لفظ حکمتو قذیتو شرط نیست فلو قال اگر مثلا قاضي در خد ادقم هم بقى اتي الشيء الذي ادعي به عليك او قال بعد اقامة البينة للمعتمد اقمه واتلب الزهب منه وكذا اذا قال زهر عندي او سهر عندي او علمت فهذا كله حكم في المختار در الحكام جلد 4 صفحه 574 شرح ماده 1786 نوشته است قيل في المجله كقوله لانه لو قال القاضي ان لهذا المدعي حقا عندك وقد ثبت عندي باقرارك او بالبينه وزهر ذلك او صح او قال قد علمت ان لهذا المدعي عندك كذا حقا فهو حكم اما لو قال القاضي انني اظن ان لهذا المدعي حقا قاضي رقم نوشتك کنند ما گمان مدعي حق داره عندك حق را او انني ارى يا مبينم ان له حقا عندك فلا يكون حكما اي مس اي دو حکم لان الحكم لا يتم بالفاظ شكي ويقال لهذا القضاء قضاء الزامين وقضاء استحقاقين و قضا و ملکین قضای الزام و قضای استقاق و قضای ملک نیز گفته می شود تعریف قسم دوم یعنی قسم دوم حکم این است قاضی منازع مدعی را از مدعیه منع کند یعنی مدعی را بگه که دیگر امرای مدعیه تو منازع کرده نمی توانی در درر الحکام جلد چار صفحه پینسد 75 شرح ماده 1786 نوشته است القسم الثاني هو من القاضي المدعي عن المنازعة بكلام كقول ليس لك حق أو أنت ممنوع عن المنازعة مع المدعى عليه ويقال لهذا قضاء الترك أنواع قضاء الترك قضاء الترك برسي قسم است أول در دین باشد و آن این که مدعی دعوا کند مثلا یک ل قرض بر مدعلیهی دارم و انکار کند مدعلیهی واجز شود مدعی از اثبات پس بخواهد قسم مدلهی را و قاضی مدعلیهی را قسم بدهد و یا نخواهد یعنی مدعی قسم مدعلیهی را نخواهد پس حکم کند قاضی بر مدعی کی تو ممنوع هسته از معارضه مدع لهی چنانچه در دورن الحکام جلد چهار صفح پنجسدو هفتادو پنج شره ماده یک هزار هفتسدو هشتادو شش نوشته است انواع قذاء الترکی ان قضاءالترکی فی حالت عدم ثبوت دعوه المدعی علی سلاثة اوجوهین الوجه الاول يكون في الدين وهو أن يدعي المدعي عشرة دنانير مثلا فينكر المدعي عليه ويعجز المدعي عن الإثبات ويحلف المدعي عليه بالتلب اليميني أو لا يطلب المدعي تحليف المدعي عليه فيحكم القاضي على المدعي قائلا إنك ممنوع من معارضة المدعي عليه فيكون هذا الحكم قضاء ترك توم. در عینی کи در دستи شخصи سوم باشد مثلا دعوا کند دو نفر ملکیتи اصبرا که در دست و ذولیتи شخصи سوم باشد و هر دو از اثبات عاҷز شوند و ذولیت را قاضی به طلبи هر دو قаسم دиҳد پаس حکم کند قاضی به قذایи ترک چنانچه در دو رالحکام جلد چهار صفحه پنҷدو هفتادو پنج شرح ماده ک هزار هفتدو هشتادو شش نوشته است الوجه الثاني يكون في العين التي في يد شخص ثالث مثلا إذا ادعى أسنان ملكية الفرس التي في يد شخص آخر مستقلا وعجز كلاهما عن الإثبات وحلف ذو اليد اليمين لكليهما فيحكم القاضي بقضاء الترك سوم در عين باشد در دست عمر مثلا مدعی در دعوا مدعی دعوا کنند که آن ملک من است واجب شوات از اثبات و قاضی به طلب مدعی امر را قسم دهد پس حکم کنند قاضی به قضای ترک چرا در درر الحکام جلد 4 صفحه 575 شرح ماده 1786 نوشته است الوجه سالس يكون في العين التي في يد عمرو قائلا انها ملکی وعجز عن الإثبات وحلف القاضي بالطلب عمرا باليمين فيحكم بعد ذلك بقضاء الترك يعني يخاطب القاضي المدعية زيدا قائلا له إنك ممنوع من معارضة عمرين وفي هذا الحال تبقى الدكان في يد عمرين كالسابق والدليل والسبب لهذا القضاء هو وزل اليد يعني در قضاء الترك بس مдابهӣ بа نзدи مдالҳӣ бاқی مеمоنд فрқ بаیн қаذایи иلзام عنи استҳқاқ و қаذоیи ترک بаر دو وجه اسт وҷهи اول محкومعلҳی ба қаذои иلзام در ک حодиثه ابدا محкوملаҳو دр این حاдиثه نمеشаوад بа خилاфи қаذاи ترک جنونج در دور ال جلد 4 صفحه 575 شرح ماده 1786 نوشته است الوجه الاول ان المغضيه عليه بقضاء الاستقاق في حادثه لا يكون مغضيا له ابدا في تلك الحادثه اما المغضي عليه بقضاء الترك في حادثه فيجوز ايق له اذا ثبتت دعواه بالبينه في تلك الحادثه وجدوم شخص سوم دعوا کند که محکوم بهی مال آن است شنیده می شود دعواش را در قضای ترک نه در قضای الزام مادامی که دعوا نکند گرفتن ملک را از جهت محکوم لهو چنانچه در درر الحکام جلد چار صفحه 576 شرح ماده 1786 نوشته است الوجه ثانی ازا ادعا شخص و و بأن المحكوم به هو ماله فتسمع دعواه في قضاء الترك ولا تسمع في قضاء الاستيقاق ما لم يدعي تلاقي الملك من جهة المقزي له فهي تسمع وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين